دلوقتي هنقابل الجميلة لوجين محمد 13 سنة، وهي صاحبة العلامة التجارية لوجلين، واللي صنعت منتجاتها في مصانع فريدال بعد تبني أفكارها في التصنيع. خليني أسألك بقى على منتجاتك، عملتيها إزاي وفكرت ليه في الموضوع ده، ومن إمتى وأنت بتفكري لازم يبقى عندي منتج؟ أنت النهاردة صاحبة علامة تجارية اسمها لوجلين، صح كده؟ صح. جبت الاسم ده منين؟ هو أنا يعني عملت ميكس ما بين اسمي واسم أختي، عشان ما كنتش عايزة اللي هو أنا كنت عايزة يبقى زي أنا وأختي، مش كنتش عايزة أبقى لوحدي. يا رب تبقى زي الأختين، يا رب نشوفك كده على مستوى العالم إن شاء الله. طيب لوجين وأختك اسمها إيه؟ لينا. فجمعتيهم الاثنين لوجلينا. شاطرة، برافو عليكي. حلو، ده يبين قد ايه انت بتختاري او بتفكري في كل حاجة بتعمليها. وليه المنتجات بقى فكرت فيها ازاي؟ يعني انا من زمان قوي وانا عامة بحب الكوزماتيكس، البادي سبلاش بالذات، البرفيومز والروايح وكده، يعني بحب اعملهم، بس يعني ما كانش فيه ماتيريالز، ما كانش فيه اي حاجة. فبالصدفة كنا كلنا وأنكل طارق كلنا كنا مع بعض، فكنا بنتكلم إن أنا عايزة أعمل كوزماتيكس ونفسي وكده، فقال لي خلاص يلا إحنا نبدأ أون براند. فقلت له ماشي، وبعدين مشينا وقعدنا فترة ما نتكلمش في الموضوع ده. بعدين اتكلمنا بقى ماسنجر واتفقنا. بابي ومامي شجعوكي ولا لأ؟ أيوة، هما كانوا بيشجعوني قوي. تمام. فالمهم اتفقنا وقلنا يلا وخلاص، ومرة في مرة وبقينا بنروح ونتفق لحد ما خلصنا البراند. اخترتي منتجاتك وروايحها ازاي؟ انا عامة ما كنتش عايزة، انا بساعات ممكن اخطر ايج معين، لكن عايزة كنت عايزة يبقى فيه روايح لكل الاذواق، وكل ايج يبقى عنده، اللي بيحب الحاجات التقيلة يلاقي. فعملت تنوع في الروايح، ان ما تبقاش ولا ريحة شبه التانية، لا كلهم مختلفين عن بعض، كل واحدة كلهم حلوين بس كل واحدة ليها ريحة معينة، وكل واحدة هتناسب ذوق معين عشان يبقى فيه برودكتس تعجب كل الناس. احكي لي بقى منتجاتك، احكي لي عملت ايه، ايه المنتجات اللي عندك النهاردة؟ عندنا شاور جل، بودي لوشن، بودي سبلاش، وهيرمست. وكلهم اللي بيميزهم ان مثلا البودي سبلاش معروف عنه ان هو في كحوليات كتير، والكحوليات معروف عنها ان هي عامه لو اتحطت على الجلد لا بتنشف. فاحنا عملنا النهارده ان البادي سبلاش بتاعنا فيه انجريدينتس مرطبه عامه، يعني بتعمل مونسترايزيشن للجلد، وفي جلسرين، وان الروائح عندنا ثابته. مش البادي سبلاش معروف عنه ان هو اخف من البرفيوم، لا احنا الروائح عندنا مش بتطير، الروائح عندنا بتثبت، ممكن تقعد مثلا فرنش 16 ساعة في الهدوم وممكن أكتر. فالروايح عندنا ثابتة. البادي لوشن حطينا فيه حاجات كتير قوي، زبادي كتير قوي، شيا باتر، حطينا فيه جوجوبا أويل، وبرضو الهيرمست ما عملناهوش، عملناه بفورمولا مختلفة إن هو مفيهوش كحول خالص، عشان هو مست، فالمنتشر إن هما ساعات بيبقى فيه نسبة كحول بس قليلة، لا إحنا عندنا نسبة الكحول يعني قليلة جدا، وفي مواد مرطبة، وفي نفس الوقت في ألوفيرا أويل، فالألوفيرا أويل بتغذي الفروة، وفي نفس الوقت برضو يعني بتساعد إن الفروة تبقى صحية. والشاور جل عندنا مش بينشف الجلد، برضو داخل فيه مواد بتعمل مونسترايزيشن، وفي نفس الوقت بينظف الجلد كويس قوي. السعر دخلت فيه؟ إزاي؟ إحنا عامة دلوقتي كل اللي بيقدم بالكواليتي دي بيبقى أعلى من سعرنا، واحنا كنا عايزين حاجة affordable في نفس الوقت اللي كل الفئات كله يعرف يشتريها، ما تبقاش غالية، بحيث ان هو يقدر لو حد عايز يجرب من عندنا ست كاملة، الست عندنا سعرها كويس، وفي نفس الوقت حد عايز يجرب كذا حاجة ما نحصلوش ان هو يبقى في product واحد بس كده ويمشي، وممكن كمان اللي معاه ما يجيبش. لا، احنا كنا عايزين affordable لكل الناس ان هي تعرف تشتري. اللي قدام حضراتكم دي اسمها نادين مدحت، أخصائية تسويق في مجموعة فريدال، وهي اللي اشتغلت على أفكار لوجين وحولتها لمنتجات حقيقية. مجهود كبير فعلاً. أستاذة نادين مدحت، حضرتك أخصائية تسويق في فريدال. مظبوط. وكنت مسؤولية كاملة عن لوجين. مظبوط. صاحبة العلامة التجارية لوجلين. مظبوط. عملتي ده معاها إزاي؟ هي صراحة لوجين أول ما جت لنا، أول ما باشمهندس طارق عرفها علينا، هي كان عندها فكرة هي عايزة تطبقها،
بس احنا كان دورنا معاها ان احنا بنوجهها ازاي تطبق فكرتها ديت، ازاي تطلعها للنور، بنوجهها ازاي تعمل بداية من خطة، بتعمل ماركت ستادي او دراسة للسوق، تشوف المنتجات اللي موجودة اسعارها ايه، هي دايركشن بتاعتها، اتجاه الروايح، الاتجاه كله ماشي ازاي. هي كانت انفولد معنا، هي كانت مشتركة معنا في كل خطوة من البداية، من الفكرة لحد ما المنتج طلع، من اول اللوجو طلعنا لها كذا اوبشن عشان تشوفهم، هي اختارت دوت واحنا مشينا مع اختيارها. بعد كده وصلنا للشكل الازايز، هي اللي مختاراها، احنا بس كنا بنحاول نوجهها ان هو طب احنا لو ديت او دي فهي اللي تختار انهي. بس احنا بس من ناحية كمثلا تصنيعية، كناحية شكل، لو نحاول بس نوجه تفكيرها. عدتوها نفسيا ازاي لأول مواجهة ليها مع الجمهور من خلال معرض هيتعمل في النادي الاهلي؟ احنا حبينا ان هو ما يبقاش معرض كبير، احنا نازلين نادي الاهلي لمدة 3 ايام، خميس جمعة سبت. حبينا ان هي نديها دعم من فريدة، ان احنا هنكون موجودين معاها كفريدة جنب البراند بتاعتها، كسبورت ليها كأخت كبيرة واقفة مع اختها الصغيرة، بنتها بقى عشان ولا اختها الصغيرة ان هي واقفين جنبها، واقفين معاها، لان الناس لو هتيجي لفريدة فهي هتشوف بالتبعية. بجد اتمنى كل الناس اللي هتزور المعرض ده، اسمه معرض ايه؟ هو معرض تريو بازار. اسمه تريو بازار. تريو بازار، نقول كلمة حلوة، نشجع البنت تبقى هناك، كل كلمة حلوة هتتقال احنا بنبني علامة تجارية مصرية ناجحة جدا، صح ولا لا الكلام ده؟ اكيد طبعا، لان احنا مختارين الحاجة، او لوجين نديها برضو حقها، هي مختارة كل حاجة وكانت انفولفت كل حاجة، ان هي الحاجة تبقى الكواليتي بتاعتها عالية، الكواليتي، الروايح ثابتة، حتى الهيرمس، وسعرها منافس قوي، والسعر طبعا منافس. تعالوا بقى نتعرف على بطل السباحة المصري مهند أحمد محمد، 15 سنة، وهنعرف إزاي فاز برعاية فريدال لموهبته، وليه أمنوا بيه وبيساعدوه للوصول لمنصة التتويج الأولمبي. مهند أحمد محمد، ما شاء الله عليك، في أول مشاركة دولية 5 ميداليات، 3 فضة و2 برونز. المشاركة كانت في بطولة كبيرة جداً، سويمينج فور لايف، دي في الإمارات. كان مشارك معك كم سباح؟ حوالي 600 سباح. من كم دولة؟ 80. أنت بتحلم تبقى بطل أولمبي، والمهندس طارق أبو بكر شاف فيك البطل الأولمبي ده، فبدأت الرعاية لحضرتك. حياتك اتغيرت إزاي؟ عايز أعرف تدخله في تفاصيل حياتك إزاي؟ أنت قلت لي كده البداية نظموا كل حاجة، من أول تمرين السباحة لحد المنتل. إحنا بدأنا الأول بتمرين السباحة، إحنا مع كابتن كويس يعني تقيل في مصر، وبرضه يعني نظموا تدريباتك. تدريباتي يعني. اسلوب التغذيه، اسلوب الحياه، صح كده؟ ايوه صح. اترشحت ازاي لبطوله سويمنج فور لايف؟ هو عن طريق الكابتن بتاعي في التمرين. جه راح نادي ايه؟ نادي الترسانه. نادي الترسانه، تمام. جه راح قال اسلام، وقال للشركه يعني ان ايه في بطوله بره، وهم طبعا ما رفضوش الموضوع ده، وشاركنا في البطوله وحققنا الحمد لله 5 ميداليات. يعني ايه حددت 600 لاعب؟ دي كانت المنافسه عامله ازاي؟ المنافسه لا كانت قويه، بس طبعا فرق كبير جدا ما بين بطولات بره وجوه مصر، لان بره مصر البطولات منظمه اكتر من جوه مصر بشكل كبير يعني، فده يعني ده ليه جزء كبير بالنسبه اللي انا حققته يعني هناك. رجعنا واحنا واخدين معانا 5 ميداليات، 3 فضية و2 برونز في مسابقه دوليه او بطوله دوليه، محليا بقى هتعمل ايه؟ كنت داخل على بطولة الجمهورية، صح ولا لا؟ احنا متارجتين البطولة اللي جاية ان شاء الله، اللي هي في شهر 11 الجمهورية، نحقق حاجة كويسة ان شاء الله. مركز أول ان شاء الله. اكيد. المهندس اسلام سعيد هو مدير توكيد الجودة في مجموعة فريدال، ومسؤول ملف رعاية المواهب في الشركة، بجد بيعيد تأهيلهم فنيا وبدنيا ونفسيا، ركزوا معاه. مهندس اسلام سعيد، حضرتك بتدير النهارده ملف رعايه المواهب في مجموعه فريدال. خليني اقول لك على حاجه، السؤال الاول، ازاي قدرت تتحول مهند احمد محمد الى الجندي مقاتل سباح اول مهند احمد محمد؟ حولته كده ازاي؟
الفكرة في ان احنا نصنع بطل كان هو تحدي كبير جدا، لان انت بتشتغل على اكتر من جانب، جانب نفسي وده اللي بدأنا فيه، بان احنا نشوف حد متخصص كاعداد نفسي ان هو يشتغل معاه، ان هو يخليه دايما يعني دايما جواه طاقة ودافع ايجابي بان هو فعلا يقدر يحقق اللي هو بيحلم بيه. بعد كده احنا غيرنا يعني المدرب بتاعه، وهو كان مع مدرب كويس قبل ما احنا نرعاه، فضلنا مكملين مع المدرب بتاعه لان الحقيقه هو من يعني من احسن مدربين السباحه موجودين في مصر. اهتمينا بالجزء الثالث، الجزء البدني، وده الحقيقه اللي مهند اصلا مميز فيه ما شاء الله، هو طوله وجسمه فارق جدا طبعا، وده من صفاته ومن اهم مميزاته. 15 سنه نهائي يعني ما شاء الله يعني بالظبط. مهند عنده تكنيك، هو تكنيك جيد جدا في السباحه، نقدر قدرنا ان احنا نطور فيه ونخليه كسر كل ارقامه في السباقات اللي هو كان بيشارك فيها قبل كده. وبعد 4 شهور من اعدادنا ليه قدرنا نشارك في يعني في بطوله هي الاهم في دوله الامارات، مشارك فيها اكتر من 80 جنسيه واكتر من 600 سباح. الحقيقه احنا كنا يعني اتفاجئنا كلنا بالاداء. هو كنت بتسمع وانت في المدرجات يعني؟ لا، هو اول حاجه التنظيم كان رائع جدا. لا يعني كل اللي كان بيشارك وطبعا بيشوف علم مصر قدام اسمه مهند وخصوصا المصريين هناك، فكانوا بينبهروا بالتكتيك يعني بالتكنيك بتاعه. يعني صناعه بطل بتصرف كتير، صناعه بطل اولمبي. هو الحقيقه احنا ما كناش باصين للمصاريف على قد ما احنا باصين بتصرف كتير. ده السؤال يعني. لا هي احنا ما بنقس كتير وشويه يعني يعني اعدادته وتاهيله بدنيا ونفسيا ومسيطر على التغذيه بتاعته. الموضوع كان معانا كان معتمد تماما على قدرته في ان هو فعلا ان هو يفضل مكمل على اللي احنا مخططينه، ان هو الحقيقه في عز الشتاء بيصحى الساعه 4 الفجر نفسه. الحمد لله احنا وصلنا نتيجه دلوقتي، الارقام بتاعتنا تؤهلنا ان احنا ناخد جمهوريه ان شاء الله باذن الله وان احنا نشارك في بطولات دوليه، وفي لستة كبيره من البطولات ان شاء الله هنبدا نشارك فيها الفتره الجايه هتاهلنا ان احنا ان مهند ان شاء الله يبقى في يوم من الايام نقعد زي دلوقتي ونقول ان هو سباح اولمبي كسر ارقام بتاع سباحين كتير في العالم. مهند وزياد ولوجين اصحاب مواهب وقدرات حقيقيه، وبيمتلكوا الشغف والاصرار على النجاح، وده السر تفوقهم واحد اهم اسباب تبني مجموعة فريدال لمواهبهم. ربنا يوفقهم.